أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وقلنا إن هذه الآية تضمنت أقصد نظام اقتصادي يحكم حركة الدنيا كلها، فبالبسط والإنفاق تحرس حركة الحياة من أن تتعطل، لأن البسط معناه الإنفاق، والإنفاق معناه الشراء والبيع. إذن فالسلع تتوارد والتجار يعيشون والصناع يعيشون والمنتجون يعيشون. فإذا ما قبض الإنسان يده عن البسط تعطلت السوق الاقتصادية، فلم يعد هناك بيع ولا شراء، أو بيع لا يكفي بارتقاءات حركة الحياة، وحينئذ تنشأ بطالة من أول شروط الإنتاج إلى غايات السلعة. وإذا ما بسط الإنسان يده كل البسط امتنعت طموحات الحياة عن النفس الإنسانية، لأن النفس الإنسانية لها طموحات، طموحات تريد النفس البشرية أن تحققها في مستقبل حياتها. فالذي ينشأ في عيشة ضيقة يكتفي بأمور الحياة الضرورية يتطلب منه ارتقاء حياته أن يوسع على نفسه مسكنا، وأن يوسع على نفسه آلات حضارة وآلات طرف، وأن يستعد لمستقبل جيل يأتي من أبنائه له متطلبات أخرى. فلو أن الإنسان بسط يده كل البسط وأنفق كل مدخوله لم يعد لطموحات الحياة عنده مجال. إذن فالقرآن يضع لنا دستورا حاسما وسطا، ابسط ولكن لا كل البسط، بل ابق شيئا لترتقي حياتك بطموحاتها، فتستطيع فيما بعد أن تشتري لك غسالة، تشتري لك ثلاجة، تصنع لك مسكنا، تبني لك شقة، تأتي لك بسيارة، تعد شيئا لأبنائك. لكن إذا جئت بكل البسط لم يكن عندك شيء من هذا. طب وإذا قبض كل القبض تعطلت حركة الحياة ونشأت البطالة. إذن فالدستور السليم أن نبسط لكن لا كل البسط، وأن نخفض لا كل القبض، ففيه بسط وفيه قبض. حينئذ تستقيم حركة الحياة. إن لم نفعل ذلك ماذا يترتب عليه؟ إن لم نفعل بأن لا نبسط كل البسط وأن لا نضم يدنا إلى عنقنا بالغل فلا نطلب، ماذا يصنع؟ قال الحق فتقعد. كلمة تقعد تفيد انتقاض حركة الحياة، لأن حركة الحياة تنشأ بالقيام عليها والحركة فيها. فعل يعني مع الجهاد اليوم، ولذلك يسموه ايه؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين. يبقى كلمة قعود تدينا حركة، تدينا إبطال الحركة. فتقعد ملوما، ملوما ممن؟ من الذين تقبض يدك عن النفقة عليهم. طب ومحصور، كلمة محصور هو الذي لا ينهض بحمله. بإن قبضت كل القبض تبقى ملوم، وانبسطت كل البسط تقعد محصور عن طموحات الحياة فلا تقوى على تبعاتها. إذن فهذا يترتب عليه سوء وذلك يترتب عليه سوء. إذن فما القصد؟ أن نسير الإنسان إيه؟ قواما. وكان بين ذلك قواما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك إيه؟ قواما. وقلنا هناك في قول الحق سبحانه وتعالى إن ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. مبذر هي برضو من البذر، قلنا ان فرق بين بذر وبذر. بذر خد القبض من الحق
ونصر الحبة نصرا محكما بحيث تأتي الحبة متفرقة ما تجيش كوشة على بعضها تموت بعضها ولا تفترقش تبعد عن بعضها، انما التبذير انك انت تجيب الكوشة كده تروح رميها في اي حتة، تسيب حتة من غير بذرة وحتة فيها ايه؟ فيها بذر ايه؟ بذر كثير. واذا كان الحق سبحانه وتعالى وعنده الخزائن التي لا تنفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، اذا اجدد كل واحد مطلوب مش هينقص ذلك مما عنده شيء، ولو ان اولكم واخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم من انسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل المسألة فاعطيتها له، ما نقص ذلك مما عندي الا كمغرز ابرة اذا غمسه احدكم في بحر، وذلك اني جواد وواجد وماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، انما امري لشيء اذا اردته ان اقول له كن فيقول. الله الذي لا تنفذ خزائنه يعطي خلقه بقدر، لا يبسطها على الخلق كل البسط ولا يقبضها على الخلق الا القبض، فيبسط على ناس ويقدر على ايه ناس. ليه؟ قال لك لتسير حركة الحياة، لان الله لو بسط الرزق يدى لكل واحد حاجة لاستغنى الناس عن الناس، انما حركة الحياة تتطلب محتاج لعمل ومحتاج لمال من عمل، تبقى مصالح الحياة تمشي ازاي؟ يوم ربنا يبسط شوية على ده ويسر على ده. ليه؟ لانه لو بسط على الكل لاستغنى الكل عن الكل، وما دام يستغنى الكل على الكل لا يوجد انسان هو مجمع مواهب الحياة، بل كل واحد واخد حاجة من الحياة والتاني يديله الناقص فيه وهكذا، يبقى انت ام قال لك لان الانسان لو لم يكن محتاجا في بطنه قوت وعلى جسده ثياب وفي بطن اولاده قوت وعلى اجسادهم ثياب ما يروحش للمهن اللي تتطلبها الحياة ويشتغل. ايه اللي بيخليه الجو الى هذا؟ حاجته هذه. يبقى لما ربنا يخفض عنه عشان يعمل ايه؟ علشان يزاول حركة الحياة التي يستنكف ان يصنعها ان لم يكن محتاجا. والله لا يريد لحركة الحياة ان يتفضل الناس على الناس، بل لا بد ان ترتبط مصالح الناس عند الناس بالحاجة من الناس الى الناس. فاذا كان الحق لا يبسط على الامر كل البسط ولا يقبض على الناس بل يبسط ويقدر، قال ايه بقى؟ ان ربك اللي ما ينقص ما عنده بيعمل ايه؟ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء. يقدر يعني ايه؟ يضيق. اما من قدر عليه ايه؟ رزقه. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فلينفق مما اتاه الله، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. الله، هذه نظريات اقتصادية تضمن راحة الدنيا، لان اللي بيتعب الحياة ايه؟ بيتعب الحياة ان اللي مقدور عليه رزقه، رزقه ضيق كده عايز يعيش في مستوى الموزع عليه رزقه. نقول له لا، رحم الله امرأ عرفه قدر نفسه. ساعة ما تدخل كده انت وزميل لك في عمل واحد وكلاكما يتقاضى راتب 100 جنيه، وانت داخل انت وهو تشتري بدلة، انت ابوك غني يعطي لك على 100 جنيه 50 جنيه من عمل، فيبقى دخلك كام؟ 150 جنيه، وانا ابي فقير بديله 30 جنيه من المرتب عايش ب70 جنيه، يبقى مستواي الاقتصادي مش هو مستواي العملي والوظيفي معه، انا نصفك تمام. فاذا انت اشتريت بدلة ثمنها المتر 30 جنيه، الكلام الاقتصادي الدقيق الايماني ان انا اشتري بدلة ثمنها 15 جنيه لانني مستواي وياك كده. لكن اللي بيطلب الدنيا ايه؟ انك انت دخلت واشتري متر ب 30 جنيه، الثاني عايز يشتري متر ب 30 جنيه، عايز يفوت على كل يوم يجيب سمك ويجيب لحمه وانا عايز. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، من قدر عليه رزقه فلينفق، والذي يحترم قدر الله حين يقدر الله عليه ويعيش في مستوى غير متمرد على وضعه، يقول ربنا رضيت بقدري فيك ارفعك الى قدري عندك. يديك. ولذلك كل واحد يرضى بقدر الله ويعيش كده كويس ب
بالقدر لربنا عاش ولا يتطلع بعينه الى ما اتى الله بعض خلقه من سعة الرزق ويقبل قسمة الرزاق يقول له انت رضيت بقسمتي جزء ويعطي. ولذلك كل الناس اللي بالشكل ده تلتقي مستوياتهم في الحياة انتقلت ارتقاءات ايه؟ ارتقاءات عالية. فالله يبسط الرزق لمن يشاء وليه؟ ام قال لك لان الله يريد ان يضع الانسان نفسه دائما في مقام الخلافة في الارض. الانسان خليفة في الارض ما هوش اصيل فيه. والذي يتعب الدنيا ان يظن الانسان نفسه اصيلا في الكون. نقول لا انت خليفة بس. والخيبة كل الخيبة انك انت تنسى انك خليفة وتعمل انك ايه؟ انك اصيل. خليفة يعني ايه؟ خليفة لمن استخلفك. يبقى انت ممدود ممن امدك. يبقى اياك ان تختار. اياك ان تعيش في مستوى فوق المستوى الذي قدره الله قدره لك. فان اعتبرت نفسك اصيلا ضل الكون كله. كل واحد يعتبر نفسه اصيلا. يوم الله يجي يبسط رزق لنا شوية. ويقبض عن ده شوية. وبعدين اللي مبسوط عليه يقبض عليه. واللي مقبوض عليه يبسط له. ليه؟ ليدك في الانسان غرور الاستغناء عن الله. محدش يفتكر انه خلاص بمجرد الخلق استغنى عن ربه. لا. كل واحد. الانسان لو ان الله متعه دائما بالصحة لما استمتع الكون بلذة يا رب اشفيني. لو بالغنى يا رب ارزقني. اذا اللي بيخلي الانسان مربوط بالمنعم ايه؟ ان النعمة تتفق. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. يبقى البسط والقبض والتضييق والى اخره اعلموا ان له حكمة. فالله لا يبسط للناس كل البسط فيعطيهم كل ما يريدون. ولا يقبض عليهم كل القبض فيعطيهم ما يكرهون. بل يأتي ده شوية وده ايه؟ وده شوية لتستقيم حركة الايه؟ لتستقيم. فاذا كان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يقدر يعني ايه؟ يضيقه. ليه؟ انه كان بعباده خبيرا بصيرا. ليه؟ لانه لو ما عملش كده العالم نزال يختل ويقصد وكل واحد منهم في شأن يستغني بشأنه وكل واحد منهم يبقى مضبوط عليه يتمرد على الكون ويتمرد على الناس ويحقد ويقعد يحسد. انما لما يعرف انها قدر ورضي التضييق في وقت الله يقول له ونوسع عليك في وقت اخر. واللي يغتر ببسط يقول له ونضيق عليك في وقت اخر. ليظل الكون المخلوق موصولا بالمكون الخالق. ان ربك شوفوا كلمة ان ربك ربك يا محمد انت اكرم الخلق ومع ذلك ايه؟ طيب ابسطت لك فبقيت تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقبضت عنك فتربط على بطنك الحجر من الجوع. فاذا كان انت ربك عمل وياك كده يبقى الناس ما يستنكفوش ان يسمع الله معهم ايه؟ ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. انه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزله بقدر ما يشاء. بعد ان اراد الحق ان تستقيم حركة الحياة بان الانسان يساير حركة الحياة مسيرة تحقق له العيش وتضمن له ارتقاءات العيش. اراد ان يتكلم عن الحياة في اصلها. لان الكلام ده كله عن فرع الحياة الموجودة بينظم حركة احياء. فقال ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. الله ما هي مناسبة للكلام اهي. ليه؟ لان الكلام في الرزق يبسط ويقدر. فاياكم ان تدخلوا هذه المسألة في حسابكم انتم. ليه؟ لانكم لم تخلقوا انفسكم. ولم تخلقوا اولادكم ولا ذريتكم. ولكن الله هو الذي خلقكم. وهو الذي خلق ذريتكم. وهو الذي استدعاكم واستدعاهم الى الوجود. وما دام هو الذي خلق وهو الذي استدعى فهو المتكفل برزق الجميع. اياك ان تتعدى اختصاصك وبعد ذلك تدخل انفك في مسألة الرزق. وخاصة اذا كانت المسألة تتعلق باولادك. اولادك لا تقتلوا اولادكم من املاق. الاملاق هو الفقر.
وهي كلمة ملك برضو مأخوذة من هذا الافتقار، لأن ما لا يتملك واحد واحدا إلا إيه بيتملكه ليه؟ لأنه فقير لما عنده، عايز اللي عنده بيتملكه عشان يديله. يبقى إذن الإملاق هو الإيه؟ هو الفقر. يقول الله ولا تقتلوا أولادكم، كلمة أولاد طبعا يفهم منها أنها تطلق على الذكر والأنثى، ولكن المشهور باستقصاء السيرة أنهم كانوا يئدون البنات. إذا مش كل الأولاد الذكور، لا، والإناث هم اللي كانوا بيئدون، ولذلك يقول الحق وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ليه؟ لأن الأولاد الذكور كانوا بيبقوا عون وعدة لكفاح الحياة وللعزوة وللمش عارف الإيه، إنما البنات كانوا بيبقوا إيه؟ زي عالة. والناس يقول لك لا ده كان للعار، والعار يأتي من الإيه؟ من البنات. أم قال لك ما هي تقول إلى شيء واحد، لأن لما تكون البنات موجودة وبعد ذلك يبقى فيه فقر، يمكن البنت يستملها زيغنا الى شيء من المكروه في عرضها، يبقى برضه هتقول الى هذا الايه؟ الى هذا المعنى. وقلنا كلمه القتل اذهاب الحياه، لكن اذهاب الحياه له ملحظين اثنين، حاجه تسمها موت وحاجه نسميها قتل، الاثنين يلتقوا في ان الحياه بتنتهي. يبقى فيه قتل يزهق الحياه وفيه موت برضه يزهق الحياة، إلا أن الفرق بين القتل وبين الموت أن القتل إزهاق الحياة بنقد البنية. إيه يعني نقد البنية؟ الإنسان له بنية أجهزة، والأجهزة دي ربنا يديها الروح فتنشأ الحياة. فإذا جه إنسان وضرب إنسان على مخه تنتهي حياته، لكن انتهت حياته بنقد بنية اللي فيها اللي بها الحياة. قال لك الله، طب ما هي هي؟ قال لك لا، بك تؤخذ الروح فتنقض البنية، انما دي تنقض البنية فتؤخذ الروح. ازاي الحكاية دي؟ قال لك لان الروح دي زي المسار الكهربائي، فيه فرق بين هذا النور الذي لا يتأتى في المصباح الا بمواصفات خاصة، سلك متصل بمولدات، وده لا يكفي في ايجاد النور، وبعدين ايه؟ زجاجة مفرغة من الهواء معمولة بشكل خاص توضع على الايه؟ على السلك. يوم يجي مين؟ يجي النور. اذا النور جاي من ايه؟ من حاجتين اتنين. الحاجة الاولى ايه؟ السلك اللي جاي من التيار من المولد، والزجاجة اللي مفرغة من الهواء اللي فيها النور. لو جئت أنت وكسرت الزجاجة يذهب النور أم يبقى؟ يذهب. لكن الكهرباء والحياة لسه موجودة ولا لا؟ يبقى النور ذهب لأن البنية نقضت. جئ واحد وصوب رصاصة إلى القلب وراح ضربه خصف قلبه يموت، مات ليه؟ لأن بنيته الأساسية نقضت، فالروح ذهب. كأن الروح لا تحل إلا في جسم له مواصفات خاصة، فإذا نقضت هذه المواصفات الروح تقول لا أنا خلاص انتهيت. لكن الموت مش كده، الموت الروح تطلع وبعدين الأعضاء تتلف. يبقى القتل تلفت الأعضاء أولا ثم ذهبت الروح ثانيا، ولكن الموت تذهب الروح أولا ثم تتلف الأجزاء ثانيا. ولذلك ما فيش عقوبة على الموت، انما في عقوبة على مين؟ على القتل. ولذلك يقول الرسول ملعون من يهدم بنيان الله، ان الحياة دي بنيان مين؟ بنيان ربنا، فيبقى ملعون اللي ينقض هذا البناء اللي حل فيه منه. فكأن الروح لا تحل الا في جسم له مواصفات خاصة، فاذا اختلت هذه المواصفات الروح تطلع زي النور ما انسحب بكسر مين؟ بكسر الكوباية. فإذا جبنا كوباية تانية وحطناها يجي نور ولا ما يجيش نور؟ يجي نور. يبقى الممنوع بقى الموت ولا القتل؟ لا، القتل هو اللي ممنوع، لأن القتل ده من عمل البشر، ينقض البنية فتذهب الروح. لكن سلب الروح كده والجسم مواصفاته سليمة دي عملية مين؟
عملية الحق سبحانه وتعالى. والقرآن يوضح لنا ذلك توضيحا وافيا شافيا. فيقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. يبقى إذا الموت فيه حاجة والقتل كلاهما إزهاق مين؟ الحياة. إنما دي له طريقة وده له إيه؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على إيه؟ على أعقابه. يبقى الكلام هنا دي عن الموت ولا عن القتل؟ عن القتل، لأن ده اللي فيه اعتداء إنسان على بنية إنسان آخر. اعتداء حين تهدم البنية تذهب الإيه؟ تثور. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. احنا طبعا عرفنا ان في آية تانية كنا زمان قلناها: ولا تقتلوا اولادكم من املاق. ايه الفرق بين الاثنين؟ ام قال لك ولا تقتلوا اولادكم من املاق. الفقر موجود بالفعل، وحين يوجد الفقر بالفعل يبقى قبل ان تشغل برزق ابنك اللي يجي يبقى انت مشغول برزقك ولا لا؟ يبقى مشغول برزقك الاول ولا برزق اللي هيجي؟ ده برزقك انت الاول، لان الاملاك الفقر موجود، وما دام الفقر موجودا فشغلك اولى برزقك مش برزق اللي هيجي. طب واذا كان الاملاك مش موجود وانا خائف ان اذا جبت اولاد يأتي لي الفقر، يبقى رزقك موجود ولا مش موجود؟ واللي خايف منه ايه؟ اللي يجي بقى. ولذلك قلنا ان القوم الذين يريدون ان يعترضوا على اسلوب القرآن بان اسلوبه مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، نقول له انتم استقبلتم القرآن بغير ملكة اللغة، لان اللي بيستقبل القرآن لازم يستقبله بالملكة. ما تاخدوش صناعة كده يا مستشرق وتفهم ان الحق سبحانه وتعالى لم يقل نحن نرزقكم واياهم، وفي آية أخرى نحن نرزقهم وإياهم. هو يقول إيه؟ إيه المرة يقول نحن نرزقكم وإياهم، ومرة ثانية لا يقول إيه؟ نحن مرة يقول دي ومرة يقول دي. هي اللي بليغة، هو كلامه بيقول منطقي في ظاهر الأمر. يقول إن كان قول الحق نحن نرزقكم وإياهم هي البليغة، يبقى قوله نحن نرزقهم وإياكم غير بليغة. يبقى القرآن جه جاب بليغ وغير بليغ، وإن كانت دي بليغة تبقى التاني مش نقول لا. أنت نظرت إلى عجز الآية ولم تنظر إلى صدر كل آية، وعجز كل آية مناسب لصدرها. ده الكلام ده كنت تقوله لو أن صدر الآية متفق: لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم مرة ونحن نرزقهم وإياكم مرة، أو قال: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم مرة ونحن نرزقكم مرة. إنما ده جاب ديا في خشية إملاق ودي في إملاق، يبقى إذن الصدر مختلف ولا مش مختلف؟ وما دام الصدر مختلفا يبقى لازم العجز يختلف ولا ما يختلفش؟ نقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الخشية من الشيء دليل على أن الشيء لم يأتي بعد، يبقى في غنى، ولكننا نخاف ان جه الولد ان يحصل فيه فقر، فقال لا ده احنا هنجيب الولد برزقه نحن نرزقهم واياكم. طب والاملاق ونقتل اولادكم من املاق، يبقى مشغول برزق نفسه نحن نرزقكم واياكم. يبقى دي جايه لصدر ودي جايه لايه؟ جايه لصدر. يبقى ما تقولش انهم متعارضين الا اذا كان الصدر قد اتحد والصدر في الايتين ايه؟ مختلف.